فيكم عناد مو طبيعي. ايه هذا طبع ماخذينه من ابوي. شلونك يبا؟ ليش حبيبي؟ ايش قالوا لك؟ انا دراكولا ولا كينج كونج؟ والله كينج كونج بيطلع قدامك ناسي عجره. ما تتركي ما تتركي ورا. ألو. مرحبا. هلا. أنا اللي مريتك المكتب أمس. إيه عرفتك أبو عرفتك. شو أخبارك؟ تمام بخير. تشانج؟ أنت بس مو مشغول. لا يبا مو مشغول، شوية شغل شي خفيف. شوف أنا ما أبي ألف وأدور، أنا بصراحة أبي أكلمك أنت. تبيني أنا؟ خير صاير. أصير أمرك المكتب؟ ينفع؟ ليش ما ينفع؟ عفا عليك بس. اوكي يلا مع السلامة. ان شاء الله. انت شايف حالتها مستقرة دلوقتي؟ وايد. انا خايف تكون استعجل. لا لا بالعكس، اصلا انا قبل اخذ ملفها هي كانت مهيئة للعلاج والان حالتها شبه مستقرة. انت شايف حالتها مستقرة؟ اكيد. شكلك واثق يا بابا. لو شخص ثاني ما يعرفها كان اعطاك حكم ثاني عليها، لكن انا اعرفها عدل، متاكد ان اللي قدامي الان هي عايشة الاولية. هذا للحين نايم. ابراهيمو براس قوم يلا بشوف الاغراض اللي تلياهم. قوم. اوف كيفك؟ أنا ببطل الجنطة وبشوف الأغراض. إيش حلوتها؟ أكيد هذه حقي. انت بقعدتنا عشان تقولي منو هذي؟ خلصني اقول منو هذي لا اكبر السالفة وراح اقول حق ابوي. كبر السالفة ايش دعوة هامني انا؟ يعني شلون ما راح تقول لي؟ يبا هذي رميتي. شنو يعني شنو؟ يعني ساكنة معاي بشقة. قبرة ساكنة معاك بشقة واحدة؟ اي عادي شو هي يعني؟ صدق ما تستحي على وياها. اذا وين رفيجك هذا الامريكي؟ ولا طفشته عشان انت بتقعد معاها؟ تشفيج؟ لا يكون انت مرتي وانا ما ادري. بسم الله علي اصوم اصوم افطر على بصله. حاصل لك عاد شايف غمازاتي؟ اذا خلصنا بلا غمازات بلا بطيخ. شنو علاقتك فيها؟ يبا هذه كنا واحد من ربع ساكنه معي بالسكن. وي اشوه على قولت امي منيره، انا ربيت والغير صفيت. هتاخذك بعد هالشقره واحنا نموت من القهر. لا حبيبي احنا عيالنا ما ياخذونا بنات ديرتنا. لا قمي ذلفي من شاف وجهك وين زوج بنات الديره؟ رميتي اشتقت لك والله. هلا هلا مرحبتين. سريحي وسريحي. يه 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 حياك ابو حياك. تبين شيء تشربين شيء؟ لا تسلم توني شاربه في الجامعه. جامعيه طالبه؟ انزين بغيتيني موضوع. ايش موضوعه؟ اي بس عسى ما انت مشغول. لو مشغول كان ما قلت ايش تعالي. بصراحه أنا مطلقة.
متطلقة؟ زواجي كان فاشل وزوجي قاعد يلحقني من مكان لمكان. زين أنا شو بدي أسوي لك يعني؟ عندي لك عرض وأتمنى توافق عليه. أنا بالفترة الجاية ناطرة حكم المحكمة، وإن شاء الله يعني الحكم راح يكون لصالحي إني أخذ حضانة ولدي. يعني مثل ما أنت عارف أنا محتاجة في الفترة هذه إني أغير سيارتي، تدري بعد ريلي يلحقني من مكان لمكان، فأنا قلت يعني أي أخذ سيارة من عندكم، أخذها بالنهار وأردها بالليل، وكل يوم سيارة، بس لا تخاف السيارة ما راح تضرر. ها شكلت إيه، بس إحنا ما نأجر سيارة يبا، إحنا نشتري ونبيع. أوه منو قال لك إني بأجر؟ يعني أعتقد إن ممكن يعني تعتبرها خدمة إنسانية. بصراحة كلامك ما يدش مخي. عدل كلامك، بس صدقني لو تفكر في قصتي تحس إني أنا فعلاً مجبورة. إنزين ليش ما تشتكي على رايلك من المحكمة وتفتكين؟ صدقني مو لاقي عليه أي ممسك، وين ما أروح أشوفه قدامي. بعدين لو ماني متأكدة إنك أنت صاحب المحل هذا شان ما قلت لك. مشكورين يعطيكم العافية، تقدرون توكلون على الله. مبروكين يا جماعة. الله يبارك فيك. بالبركة أبو راشد. الله يبارك فيك وسلمك يا أبو فهد. تستاهل. طبعا نسخة من الأوراق بتكون مع الطرفين عشان نكون منتهين من المسائل القانونية بإذن الله. على خير إن شاء الله. يا جماعة إذا سمحتوا خلونا بروحنا أنا وأبو راشد. العموم يا أبو فهد أنا أترخص، وإذا احتجتي اتصل علي. مأجور إن شاء الله. أبو فهد لا تتعب نفسك بالهجر، تراك تكلمت وايد. الكلام اللي بقوله لك ما يتأجل. الحلال صار حلالك، والشركة وكل ما فيها صاروا لك، بس بحذرك العدوان وايد، في ناس ما ودهم الشركة تكون لك، والسوق مليان هوامير ما يرحمون أحد. فهد الله يهديك لا تشيل هم. أنا أدري إن أول ناس بيحاربونك هم عيالي، لأنهم يظنون إن الحلال حلالهم، بس لا تدير بال، وخل المحامي على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة علشان تضمن حقك. مصعب متى نروح مواقع؟ وانت ليش مستعجلة؟ صدقيني باكر بتزهقين. تذكري انت هني؟ شنو خير؟ مو مهدي يبيكم، جاك الموت يا تارك الصلاة. صدحتي. اروح اصور اولى اورقة؟ اوكي. سامحيني قاطعت كلامكم انت ومصعب. لا عادي ماشي. شو الاخبار؟ تمام. وشلون الدوام معك؟ الحمد لله كل شيء زين. وطلعتي مواقع؟ بسم الله توني. لا ما قلت شيء، بس انه يعني انه لا تحاتين، لان المهندسات هنا ما يتعبون كثر المهندسين في المواقع. انت لا تحاتي، أنا مو من النوع اللي يمل بسرعة واشتكي. شيء حلو. الحمد لله. إيش كثر صار لك بالوزارة هني؟ يعني تقريباً سنتين. وشلون شايف الشغل هني؟ الشغل هني حلو حق اللي يحبه ومتعب حق اللي ما يحبه. وأنت أكيد من النوع اللي يحب الشغل. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. المصعب وينه؟ عند أبو مهدي. Thank you.
علامك ضايق خلقك؟ ما فيني شيء. شلون ما فيك شيء يا ولدي؟ وجهك من خطف تقول ما فيني شيء؟ يما قاعد على سارة ما ترد علي. زين يا يما يمكن نايمة؟ لا ما أظن. الله يهديك بس. الحين الساعة 3 أكيد ردت من دوامها ونامت. يما الله يهداش قاعد عليها من أمس ما ترد علي. بس الغايب حجتها معاي يما. خلني أصب لك شاي. شخبر عايشة؟ إن شاء الله أنا باكر بكلم الإدارة عشان نسوي أوراق خروجها من المستشفى. والحمد لله رب العالمين. هذه الساعة المباركة. على فكرة يمه ترى خالتي عايشة بتعيش عندنا بالبيت. ويا بعد عمري إذا ما يشيلها البيت تشيلها العين. بس أنت يا يمه ما سألت عن ريلها، ما سألت عن عيالها. يمكن لو دروا إنها بتطلع من المستشفى يروحون يأخذونها. لا يا يمه ما سألت، وحتى لو سألت ما ظنتي خبر طلعتها من المستشفى بيفرحهم، لأن لو قلبهم عليها كان سألوا عنها من زمان. يا يمه يا نظر عيني، ريلها وعرفنا شو اللي خليه ما يسأل عنها، بس هذول عيالها شو اللي يمنعهم ما يسألون؟ الظاهر مثلنا، صدقوا الإشاعة اللي طلعت عليها أنها توفت. لا يا يمه، الناس تصدق الإشاعة لأنها مو بقراب منها، بس هذول عيالها شلون يصدقون ان امهم ميته وهي عايشه في الطب النفسي صار لها 15 سنه. يبا شلونك؟ زين. يبا اقدر اكلمك شوي؟ لا لا بروح ارتاح. متى قلت لك كذي يعني؟ الو هلا فرس. لا ما فيني شيء، ابوي معطيني وي طل، معطيني وي. وينك فيه؟ لا السلام عليكم عمتي. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. شلونك انت؟ بخير الله يسلمك. تفضل استريح. مشكور عدوك الريح. لا سارة وين؟ سارة بدارها. طيب قاعد عليها ليش ما ترد؟ وانا ايش دراني بهالمواضيع حبيبي، انا ما ادخل بينكم. لا خالتي ما يجوز، شو الحكي هذا؟ مفروض تفهمينها تعلمينها تقولين لها، ما يصير تغلط احنا تونا مالكين. انزين لقعت وياها قول لها هالحكي. انزين انا رايح لها الدار. وين بتروح؟ بروح لها دارها. يوسف عقل، لا دروا اخوانها ايش بيقولون. خلي يقولون هشكوا فيه. اريلها اقعد استريح وانا الحين انادي لك اياها. يعني ايش تبيني اقول لك؟ ما ادري حسيتك مو متحمسه. يعني اللي بقوله مو شيء جديد، الزواج التزام ومسؤولية. ايش ما شاء الله مبين، حتى مو قادرة تحكي راسك من المسؤولية. انتي جاي تغثيني؟ يا معودة شو السالفة؟ ابتسمي شوية، ترى صار لي فترة انا مو شايفتك. اكو وحدة توها عروس وكذي مكشرة؟ الا ما قلتي لي. شو اخبار الدوام؟ ماكو، ملاقة وتعب وضيقة خلق، كآبة. مشكورة وايد، حمستيني اني اداوم. ليش انتي متى بتداومين؟ لحد. لا بالله طلع من شبد شهر العسل. الله وشهر العسل اللي 24 ساعة قاعدة بالبيت مجاب لأربعة طوف. صدقيني انت فيك شيء مو طبيعية. أنوار خلاص قلت لك ما فيني شيء، لا تعوري راسي. يبا على العموم إذا فيك شيء تذكري إن عندك رفيشتك مستعدة تسمع لك. أوكي أوكي يلا حبيبتي حياتك. أيوة. الو
تعبت من التفكير؟ صراحة سالفتك تحير. لا يحير ولا شيء، اعتبرها خدمة إنسانية، ما تخسران شيء. وش يثبت للحكي اللي قلتيه؟ صج. إيش دعوة يا ضاري، يعني لهالدرجة شكلي كذابة؟ زين لحظة، في واحد يبي يكلمك. تعال ماما حبيبي، تعال تكلم مع عمك ضاري. حبيبي أنت، تعال ماما. ألو أمي ضاري؟ هلا حبيبي. أمي الله يخليك، ساعد أمي. أنت تدرس؟ إي أروح المدرسة. شاطر ولا كله دواحات؟ لا أنا وايد شاطر، بس الله يخليك، ساعد أمي. إيه وايد شايف نفسك، عطنا أمك يلا. ألو ها شلون اقتنعت؟ بصراحة خوش واسطة، تدرين أنا قلبي رشيج فما أقدر استحمل السوالف. خلاص يبا خلاص، مريني باكر. أوكي يلا باي باي. أفهم من كلامك أن السالفة لها عواقب. هذا شيء أكيد وفهد، ما باعنا نصيبه بالشركة إلا السالفة أكبر من سالفة مرضة. أبو فهد طول عمره وفي للي وقف معاه. هذا شيء احنا منتهين منه، أبو فهد ريال أصيل. بس الحقيقة عقب الكلام اللي سمعته حسيت ان السالفة فيها انه، حسيت ان عياله مهم ساكتين وبيدخلون نفسين وجيم. لعنتهم، ليش تقعد تحاتي؟ انت الحمد لله طول عمرك شغلك نظيف 100%، حتى مناقصاتكم صفقاتكم مستحيل انه يمسكون عليك اي ممسك. كل شيء بيبين مع الايام. الا قول لي بتمر ديوانية ابو قتيبة؟ لا لا الليلة ماني رايح، بروح البيت ارتاح. ليه الحين ما تحاكي ولدك ابراهيم؟ والله شو اقول لك يا ابو عباس؟ احاول اتجنبه، اخاف اني اتكلم وياه واتطاول عليه. لهالدرجة؟ واكثر بعد، الولد هذا كاسر ظهري. ما ادري من عليه طالبه، يا ليته طالع على اخوه. يا حمد اصابع ايدك مو سوى، يا اخي قط الكرة بملعبه، خلي يحس بالامان، يرتاح شوي، اقعد معاه شوف شيبي، افهم منه، بعدين احكم عليه. وذا الكرة فاشلة شلون؟ صباح النور. صباح الخير يا هلا. يلا استأذن انا عمي. حياك الله. في امان الله. خلصتي كلامك؟ كنا الحكي مو عاجبك. اي ما عاجبني، وعلى عيني وراسي من فوق. والغالي يرخص لك. بعد ايش تبين؟ يسار الفلوس وسخ دنيا. تروح وترد. بس سالفة الزعل هذا كل يوم بيتكرر. لما ادق عليكم ما ترد وتحقرني وتحجج لي بامك، شو ما تبيني ازعل؟ شو ما تبيني احاتي ريلي وينه ولا قاعد مع منو ولا شي سوي؟ يوسف انا بنت عروس وقلبي للحين لين، ما فيني حيل حق الغيره. درجه الغيره لا فتج. ريح قلبي ولا تتعبني معاك. حاضر، كل اللي طلبتيه بظرف يومين يكون عندك. بعد امري تدللي كم سارة أنا عندي؟ كومارو البضاعة صار لها أسبوع ما وصلت. أي هذا أنا أقول لك، لا تقعد تلعب علي، عرفك خبزيدي. اسمعني زين، إذا البضاعة ما وصلت خلال هاليومين ترايك دبي واشتكي عليك عند بوليس ستيشن. أي سفرونك عقوب. أي هذا أنا قلت لك، يلا اضرب. بارك الله في بليسك. الحمد لله على السلامة. الله لا يسلم فيك ولا مخز ابري. نعم خير؟ بو الشكل خير. شو عندك الليلة متأخر؟ والله ما في بالعادة تسألي، شو قصتك عم تسأليني؟ خير مزاج حبيبي، من اليوم ورايح بسألك. ايوه ايوه نادية ليكون عم تغاري. فشر البغار قال. لا بس بعرفش اللي ملحيك، ليش اني ادري انك فاضي وما عندك شغل. حلو، طالما بتعرفي انه فاضي وما عندي شغل شو اللي قارئك مني؟ تركيني بحالي. لك تركيني. تصبح على خير. ديبا اسمعني زين، لا تقعد تلعب يمين ويسار وتلعب بذيلك، تراني انا مو غافلة عنك، لا تشوفني مشغولة وساكتة. لا حبيبي لا، انا بدل العيل الوحدة عندي 10. مبروك
على شنو؟ بسوي اجراءات طلعتك من المستشفى. خلاص يا خالتي فرجت. الله يبشرك بالخير ويعطيكم راتك ان شاء الله. قول امين. امين. يا ترى الدنيا تغيرت ولا كل شيء مثل ما هو باقي على حاله؟ طلعنا يا خالتي من هني نبتدي مشوار طويل ندور فيه على حياتك اللي تركتيها. يا ليت اللي تركتهم تموا على حالهم يذكروني. كان الحين يذكروني وسألوا عني. بس هذه الدنيا الدنيا تغيرت ودارالي حتى قلوبهم علي تبدلت. بعتقدك خالصين براشد. خالصين. بدك تنزل على البورصة اليوم براشد؟ اروح شو اسوي؟ اروح اشوف خيبتنا ولا تطمش على خيبة غيرنا؟ والله اللي عم بصير بهالسوق لا بصير لا عدو ولا حبيب. المسألة ان اللي يسويها الكبار ولا يطيح فيها الا المضاربين الصغار. الحمد لله انك ابو راشد بتفهم بالسوق وبتعرف كل اسراره. شو سويت على الاجهزة؟ الاجهزة وصلوا. ودتوهم المكاتب؟ سلمناهم لكل المكاتب. ايش رايك ناخذ لنا جولة بالشركة على غفلة؟ تفضل عم ابو راشد. لحظة هذا لا هذا هذا خلاص عندي. اوكي خلينا نشوف الثاني اللي غيره. شوف الثاني. اوكي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. جنة جيتك. اي جيت. ها مستعدين حق الشغل؟ انا قلت لك انا مستعدة. يلا عيل شوف المشروع. يلا. يلا. مسك الفودي. قوة. يقويك. كنا البنات معانا بالموقع اليوم. الظاهر ابو مهدي سلمهم الشغل معانا بالموقع. شفيه راشد صاير دليله. يصير دليل ليش ما يصير دليل؟ مهندس شاطر يطلع منه. شلون يعني ما يصير؟ سجل في ملف زوجها هو اللي جايبه ما حد يقدر يطلعها الا زوجها. طيب يا اخي اذا هذه الادميه لا عندها لا زوج ولا عيال عندهم عنوان. صدقني يا دكتور لو بيدي كان ساعدتك بس هذه قوانين المستشفى. طيب يا اخي والحل؟ لا يا خالتي ما في اي حل ثاني. أنا ما أبي أحد يعرف إني بطلع من المستشفى. أبي طلعتي تصير بسكات. بس مسجل بأوراق دخولك إن دخلك المستشفى هو براشد وما تقدرين تطلعين إلا بتوقيع استلام منه. أنا ما أبي حمد يعرف إني طلعت من المستشفى. تصرف تصرف يما. ما أدري أنا لازم تشوف لك صرفة تطلعني من هني. المهم إنه ما حد يدري إني بطلع من المستشفى. ما أبي حد يعرف. حاضر بحاول بشوف شو اقدر اسوي. بس انا ودي اعرف يا خالتي انت شنو ناوي عليه بالضبط؟ ليش ما تبين احد يدري انك بتطلعين من المستشفى؟ ما يخالف امي. بعدين اقول لك كل شيء. بعدين بتعرف كل شيء. بعدين صعبه جدا. أدري إنها صعبة لكن ما لي إلا هالحل. ومستعد تتحمل العواقب؟ إن شاء الله ما في أي عواقب. بس خد بالك أنت حتتحمل مسؤوليتها ولو حصل أي خطأ ممكن تخسر وظيفتك. أنا مستعد أتحمل المسؤولية كاملة وإن شاء الله ما كله الخير. وإمتى تخلص أوراقها؟ الحين. يلا ربنا معك. السلام عليكم. عليكم السلام. وريولي ما سكتي مو شايلتني اليوم. تعبت مريت وايد في النادي. او شو اللي حادك يا بنيتي؟ او شو اللي حادني بعد؟ ولد اخوك اللي ما بيعذرب فيني عذروب واحد. اخاف عينه تروح مني ولا مني؟ صدق تضحكين يا بنيتي. عقب هالعمر يحط عينه على وحده غيرك؟ وليش لا؟
ما باع مرته وعياله وحط عينه عليانا خو بعد هو حجته زاهبه ليسالوا الناس ليش خذيت على مرتك مرش بيقول بيقول ما تجيب عيال ايش قصره حسك لحد يسمعك هاو كلهم بدواباتهم ماكو احد وابراهيم نسيتيه ها اي نسيته قومي قومي روحي دارج غيري هدومك قبل لا يوصل حمد وايه هالريل هذا كل ما يكبر يدبر صاير حنان ما ينبلع وي شوفي حبيبتي ينبلع ولا ما ينبلع هذا ريلك ولازم تسمعين كلامه اي هاو اي ظهري اي شفيك ما اسم اللي عليك شفيك اي ما ادري شفيني ظهري شاب عليها الايام اخاف نومتك مو مريحه ولا فراشك مو مريح ما ادري يا بنيتي كل اللي شايفيني يعورني عيل كذي ملزوم تروحين طبيب اي طبيب الله يهداك يا يما يطلع فيني بلاوي ماني رايحه الطبيب زين قومي قومي روحي دارك ارتاحي وانا اروح احسن يما احسن بروح داري احسن قومي بقوم اي يا ايدي واي انا مثلك بعد ريولي يما اي ظهري اي شوي 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 ظهري ظهري صح النوم؟ هلا يما توك قاعد؟ ايه قبل شوي انزين عيل يلا تزهب عشان حط الغداء ان شاء الله السلام عليكم السلام هلا يما يا سلام قاعد ماخذ راحتك ومبطل لابتوبي يلا قوم 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 شيخ وش تبين؟ ايش قاعد تسوي؟ داش اشيك على الفيسبوك ومن سمح لك؟ مو شغلك واللي عافيكم صيحة واش ما نبي أبوكم الحين يوصل ليسمع صوتكم بيسوي لنا سالفة يلا تزهبوا الغداء يلا يلا تيجي متى بيرضى عليك ما أدري بس تبي الصدق أول مرة أشوف أبوي راكب راسه كذي على ذا الوزارة دقوا عليه إيش راح يسوي أي وزارة التعليم العالي راح يدقون عليه علشان يطالبون فلوسهم اللي صرفوها عليه لا بالله أبوي راح يتم زعلان عليك على طول شيخة لا ضيقي خلقي ايش رايش نطلع وين نروح نروح السينما الله وانا اسعد من زمان ما رحت السينما يلا يلا خلينا نشيك على الافلام وصلتي توني جايه انت بلش الغدا ولا تنطرين اخوانك كيفكم يما بدق على هذا اليوم كلش ما دق علي الشرحه عليك اللي ما عرفتي تسرعينه او يما الو انت وينك موجود لا بس انشغلت شوي حياتي جاد لا تحبكينها مره واحده خلاص 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 ان شاء الله خلص ودق على الجامعة يلا فهم الله أقول قرت عيني فيك ولا الحمد لله على سلامتك ولا حسبي الله على اللي فرقنا قولي أي شيء اشتهي أسمع سوالفك الغالية يا بعد عمري طمنيني عليك شخبارك شخبار الدنيا معاك
أنا كنت بدنيا غير، الحين صرت بدنيا ثانية، دنياي كانت كلها غير. كل الهدم ينبني مرة ثانية يا خالتي، ما في شيء ما يتعود إلا العمر يا ولدي، يروح وما يرد. ما يهمني عمر اللي راح، أنا أهم شيء بس أبي أشوف عيال، أبي أتطمن وارتاح، أبي قلبي يرتاح. الله يهداك خالتي، شلون بتشوفين عيالك وانت ما تبين أحد يدري انك طلعتي من المستشفى؟ قاعد أقول لك ناديو. مش عندها ولدها ضاري ضايع؟ لا يبا، شنو ضايع؟ ولدها يبي يشتغل عندك بالشركة، عنده شهادة. وأنا إيش دراني عنده شهادة ولا ما عنده شهادة؟ لا دريتي، قولي لي. واي حمد يكرهك. ما أدري حمد. الحين رد عليه، إيش أقول حق المرة؟ إيش بتسوي؟ قولي لها، قولي لها يصير خير. هذه هي، يصير خير ويصير خير، ما تبرد القلب. حمد يا ربي، وأنا هذه حالتي معك؟ بس هي من الدوام تنام وتكبر هالمخدة وأنا ما تدري عني، طاقني بالطوفة. نام نام نام، خلنا ندق على بنتك في الطوم وايد أحسن، أشوف شخبارها. ألو، هلا يما. الحمد لله يما بخير، أنت شلونك؟ الحمد لله. ماكو يما، قاعدين. يزعلني وإحنا بشهر العسل؟ لا لا تحاتي، ماكو شيء. ما علي يما، لولا ظروف دوامي ودوامي ولا كان سافرنا. ملحوقة إن شاء الله بالصيف نسافر. إي ما أدري، أشوف إذا بمر أدق عليكم. باي 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 حبيبتي، باي باي. منو؟ أمي. تبيني أوديك لهم؟ ما أدري ليش أنت بتطلع؟ يعني قلت يمكن أمر الربع بالشاليه. ربعك يقعدون بالشاليه يوم الأسبوع؟ ربعي ما لهم وقت معين يتجمعون فيه. خلاص أوكي، وأنت طالع أخذني بدربك بيت أهلي. مشكور يما، ما تقصر. عاد صدقين خالتي، من يوم ما توفت المرحومة الله يرحمها وما حد سكن هالدار. يعلى عمرك طويل إن شاء الله يوسف، ما تقصر يا يما. وعمرك، احنا بيش ترتاحين، ما تفكر بأي شيء، وأي شيء تبين، أي شيء لا يردك إلا لسانك. مشكور يا بعد أمي، عساك سالم إن شاء الله. الله يسلمك. Thank you.
هي كبسة ما دقيتي قبل ما تين؟ حبيت أسوي لك مفاجأة. بصراحة خوش مفاجأة. شفت شلون؟ غامرت ويتك بسيارتي. وما خفت من هذا اللي يقولون عنه السبع البرمبي؟ لا رحت كذا مشوار قبل لهيك، يعني حتى لو كان لاحقني كان ضيعني من زمان. أكيد يا تسألين عن موضوعك. أكيد. ليش؟ إحنا بيننا موضوع ثاني. أنا وافقت بس عندي شرط. إيش دعوة؟ هذه أولها وشروط؟ إيه وشروط شنو؟ أنا بعطي سيارة مو لعبة يعني. إيه وكل يوم سيارة. إيه بس أنا شرطي إن أخذ منك شيء إثبات. بطاقتي المدنية قصدك؟ بطاقتك، جوازك، بكبرك، ما عندي مشكلة. ضاري أنا بنت ناس. وأنا بعد ولد ناس، يرضيك أنظار؟ وليش يضرك؟ المحل ومحلك، منو بيحاسبك؟ إيه إيه بس أنا خاف توقيني. لا عاد كذي تخليني أزعل منك. لا يبا كلش ولا زعلك، بس يعني تدرين هذا حلالي وأخاف يروح. أفا أفا والله يا ضاري. تلفوني عندك يعني تقدر تصيدني بأي وقت، وبعدين سيارتي بعد عندكم يعني. إنزين خلاص أنا موافق. إنزين متى أقدر أستلم السيارة؟ يصير الحين؟ الحين؟ لا يبا لا. هو ليش ما يصير؟ الربع داخل فخليها باكر الصبح أحسن. خلاص أوكي يلا شوفك على خير، مع السلامة. أقول سلمي لي على عمور وايد ها؟ أوكي يلا باي. على فكرة وهي شايفة نفسك. بعد عمره المسكينه تقول صار لها دهر ما نامت. اي والله مسكينه خالتي عايشه ما تستاهل، شايله هم عود بقلبها. انا بعد يوم ما ادري ايش اقول لك، ما ادري انت حكه ما ادري نسكت. شو نقول لها؟ نقول لها سبب دخلتش المستشفى ريلك مع بنت عمتها اللي تزوجها عليك ونكر العشرة، ولا نقول لها صار تاجر عود من فلوسك وقام يلعب بالفلوس لعب وغير عناوينه كلهم عشان يخلي المسؤولية منك ونساك؟ والله شو أقول لك يا ولدي، كل حقيقة أمر من الثاني. بس أنا أقول من رأيي إن ما نقول لها حين شيء يضايقها، بعد عمري توها طالعة من المستشفى وأخاف إن عرفت أي شيء عن هالشغلات التضايق وترد لها الحالة مرة ثانية، وحنا ما صدقنا على الله انها تشافت. ما حد يدري شو اللي يدور ببال خالتي عايشة الا هي. انا عندي احساس قوي انها هي عارفة شنو تبي تسوي، لا ومخططت له زين بعد. بس شنو هو هذا راح تكشف الايام. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.